استهدفت غرفة عمليات عمر المختار بالقيادة العامة للقوات المسلحة أمس بواسطة سلاح الجو العمودي مواقع للجماعات الإرهابية بدرنة بمزارع بوختال بمحور الظهر الحمر، نتج عنه تدمير آليتي للجماعات الإرهابية بالإضافة لمقتل عدد من عناصر الجماعات الإرهابية بالمحور. هذا ونوه أمير مجموعة عمر المختار لواء كمال إجبالي بعدم الصيد البحري من الساحل الممتد من عين الغزالة شرقي درنة وحتى الحنية غربا، مشددا على كل من يخالف هذا التنويه سوف يكون هدفا للسلاح الجو.